مع بعض نرجع ونستكمل أخبارنا المتنوعة. وأصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة بيانا رسميا بيؤكد فيه استمرار الإنجليزي مارك جلاتنبرج رئيسا للجنة الحكام بعد أن ترددت أنباء عن تعيين رئيس جديد للجنة. نص بيان اتحاد الكرة بشأن جلاتنبرج، وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام احترامه لقامته من الحكام والخبراء بمجال التحكيم، لكنه يشدد على عدم صحة أنباء تعيين خبير تحكيمي كرئيس للجنة الحكام بالاتحاد. كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن جلاتنبرج مستمر في منصبه كرئيس للجنة الحكام. أعلن أيضا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إجراء قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022. نشر الاتحاد الأفريقي بيانا أكد فيه أن القرعة سوف تقام في القاهرة على أن تبدأ كأس الكونفدرالية في تمام 1 ظهرا، بعد كده قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام 2 ظهرا. تعال نروح بقى لفريق الإسماعيلي واللي هيخوض مباراة ودية يوم 7 نوفمبر الجاري أمام فريق مصر للتأمين استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاءت تلك المواجهة ضمن البرنامج اللي وضعه المدير الفني للدراويش من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين قبل خوضهم مباراتين وديتين، الأولى أمام فريق الرباط والأنوار يوم 6 من الشهر الجاري، ومنح الجهاز الفني راحة سلبية للاعبين غدا الجمعة من أجل التقاط الأنفاس بعد تدريبات ومواجهات قوية خلال الفترة الماضية. تعالوا نروح بقى للاتحاد السكندري واللي هيعود للتدريبات يوم الاثنين اللي جاي بعد ما منحوا المدير الفني للاعبين راحة بعد مباراة طلائع الجيش في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الاتحاد ب3 أهداف مقابل هدف. هنروح برضو لفريق المقاولين العرب واللي هيعود للمران يوم السبت اللي جاي، ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 4 أيام عقب التعادل في اللقاء الأخير مع فاركو سلبيا في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري. نروح بقى لنجمنا محمد صلاح. تواجد محمد صلاح نجمنا المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في القائمة المختصرة المرشحة للفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في عام 2022. من المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في دبي بدولة الإمارات يوم 17 نوفمبر المقبل قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم، وأعلنت اللجنة المنظمة عن القائمة المختصرة للمرشحين على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022، واللي بيتواجد فيها مع نجمنا المصري كل من لويس دياز وكريستيانو رونالدو وهالاند وكريم بنزيما وساديو ماني. وطبعا اكيد بنتمنى التوفيق لنجمنا محمد صلاح ويقدر ان شاء الله يفوز بهذه الجائزه، لان حقيقه محمد صلاح يستحق.